بمناسبة الحروب، طبعا من ضمن استثنائية هذه الانتخابات أنها تأتي والمنطقة مشتعلة بدءا بغزة ووصولا إلى لبنان الآن. ترامب يعني يقدم نفسه للعرب وكأنه سيوقف هذه الحرب. في رأيك يعني رغم أن السياسة الأمريكية واضحة أنها داعمة لإسرائيل سواء كان الرئيس القادم جمهوري أم ديمقراطي، هل يفلح ترامب بالفعل في هذا الملف أم أنها نوع من أنواع المغازلة السياسية في حملته الانتخابية؟ يعني المفارقة أن دائما الحروب يعني تندلع في عهود الجمهوريين باعتبار أنهم سياسة واقعية ويستخدمون الأدوات الصلبة العقوبات والحروب، على عكس ترامب كان في فترة سلام لم تحدث حروب كبيرة، بينما جاء بايدن واندلعت حروب سواء حرب الروسية الأوكرانية، حروب في الشرق الأوسط. تقصد أن الحروب تأتي في عهد الديمقراطيين؟ بدأت تأتي في عهد الديمقراطيين على خلاف ما كان سائدا في السابق يعني. ولذلك ترامب ربما يكون أكثر حسما، لأن السياسات الديمقراطية هي سياسات مائعة، يعني بمعنى تمسك العصا من المنتصف، يقولون شيء ويفعلون شيء آخر. يعني مثلا في حرب غزة تتحدث كمال هاريس عن وقف إطلاق النار وضرورة وقف المعاناة وحل الدولتين، هو نفس الخطاب الذي قاله بايدن منذ اليوم الأول في الرئاسة، حل الدولتين والكرامة الإنسانية بين الفلسطينيين والإسرائيليين، ومع ذلك لم يتخذ خطوة واحدة في اتجاه حل الدولتين، لأنه لا يستطيع فرض أي رؤية على إسرائيل لا تقبلها إسرائيل، خاصة اليمين المتطرف الحاكم الآن في إسرائيل. ترامب ربما يكون أكثر قوة وأكثر ضغطا، يعني نتنياهو هو يفضل ترامب باعتبار أن ترامب في المرة الأولى يعني خد خطوات كانت مؤيدة لإسرائيل. لكن هما داعم للسياسة الأمريكية، ما الفارق في رأيك بينهما؟ يعني وهل بالفعل ترامب قادرا إذا ما فاز على إقناع نتنياهو بوقف الحرب؟ يعني القصة وقف الحرب لم تعد هي القضية، وقف الحرب عمليا ستنتهي، يعني إسرائيل عمليا العمليات العسكرية انتهت، المشكلة هو فكرة حل هذا الصراع من جذوره، فكرة حل الدولتين، يعني إذا تم وقف الحرب ولم تحل القضية الفلسطينية بشكل عادل ستندلع مواجهات مرة أخرى، يعني على مدار عقدين كل هذا عرض لمرض، المرض مستمر هو الاحتلال، غياب أفق للتسوية السياسية، غياب الدولة الفلسطينية، ولذلك كانت المقربة المصرية فكرة ضرورة حل الصراع من جذوره. سيأتي الرئيس الأمريكي ماشي يتكلم عن حل الدولتين، إذا فاز كمال هاريس تكلم حل الدولتين، وسنعيد تكرار ما حدث في عهد أوباما وجولات مكوكية جون كيري، ثم في عهد بايدن لم يحدث أي شيء لأن لن تضغط على إسرائيل، لأن هناك دعم كامل لإسرائيل دعما عسكريا وسياسيا، ولن يقبلوا إلا بما تقبل به إسرائيل، وإسرائيل لن تقبل بدولة فلسطينية، لأن مخطط اليمين المتطرف هو تقويض أي مقاومات للدولة الفلسطينية، تدمير غزة، تقطيع أوصال الضفة الغربية، استبعاد القدس، وهذا لن يقبله العرب ولا الشرعية الدولية. هناك قوانين أن الدولة الفلسطينية لحدود 4 يونيو 67 وعاصمتها القدس الشرقية. المشكلة دائما في الجانب الأمريكي هو بيعالج بيدير الأزمة ولا يحل الأزمة، يعني إدارة الصراع وليس حل الصراع، ويعمل على ضبط الأمور التهدئة. قد ينجح ترامب بالفعل ويضغط على نتنياهو وقف الحرب التي هي بالفعل انتهت، يعني عمليا لم يعني العمليات العسكرية قد يضغط بالفعل، لكن ماذا بعد ذلك؟ ماذا هو مستقبل غزة؟ ما هو اليوم التالي؟ ما هو الدحل أو مستقبل هذا الصراع والدولة الفلسطينية؟ هنا كمال هاريس أو ترامب لن يفرض على إسرائيل القبول بحل الدولتين وفقا للشرعية الدولية وليس وفقا لرؤية إسرائيل أو السلام على الطريقة الإسرائيلية، مجرد حكم ذاتي فلسطيني كانتونات في الضفة وغزة واستبعاد القدس وتقطيع أوصال الضفة، لا يعني هذا لن يقبل به. وبالتالي هنا الإشكالية أن كل مهم يدعم إسرائيل عسكريا، لكن الاختلاف فقط في لغة الخطاب. الديمقراطيون يقدمون خطاب ناعم، حق تقرير المصير، المعاناة. هذه المرة إسرائيل وصلت من التجبر أن رغم كل التصريحات والنداءات هي ليست الفكرة في استمرار الحرب من عدمها، الفكرة في إعاقة دخول المساعدات، عمليات الإبادة والتجويع التي تحدث للشعب الفلسطيني، فكرة وصول الأمر إلى هذا الحد في لبنان. هناك تجبر إسرائيلي في هذه المرحلة. هل أي من الجمهوريين أو الديمقراطيين قادرين على وقف هذا التجبر في هذه المرحلة؟ أولا هذا التجبر وهذه المسمى البلطجة السياسية والقانونية، يعني ليس لأن إسرائيل قوية دولة عظمى تتحدى العالم، ولكن إسرائيل محمية من الجانب الأمريكي، يتحمل جزء منها الإدارة الأمريكية، الإدارة الديمقراطية، لأن الإدارة الديمقراطية عندما تدعم إسرائيل عسكريا بكل 22 مليار دولار من الأسلحة في عام واحد فقط، وترسل حملات الطائرات والصواريخ، تفتح مخازن الأسلحة والأسلحة المحرمة، القنابل المحرمة لإسرائيل لتدق بها البيوت الفلسطينية والمنازل على عندما تقوم باستخدام الفيتو في مجلس الأمن ومنع صدور أي قرار يفرض وقف فوري على إسرائيل لوقف إطلاق النار وفقا للفصل السابق، عندما تعاقب المحكمة الجنائية الدولية لمجرد فقط أنها سوف أو يطالب الأمين المدعي العام كريم خان بإصدار مذكرة بحق نتنياهو وجالانت وغيره، عندما
تصدر محكمة العدل الدولية توصيات غير يعني ليست كمان لديها آلية للتنفيذ، وتطالب إسرائيل بمنع ارتكاب جرائم الإبادة الجماعية، تقوم أمريكا بقطع التمويل على الأونروا، وبالتالي هذه السياسة الأمريكية وقف عمل الأونروا مؤخرا، يعني بالطبع هذا تعمد لإبادة الشعب الفلسطيني. أنا أقول لك هناك تنسيق كامل بين أمريكا وبين إسرائيل في كل شيء، سواء في الأمور العسكرية. إسرائيل لا هي أداة أمريكية، لا تفعل شيء يعني بمعزل أو بتحدي يقول لنا أن إسرائيل تؤثر على أمريكا، لا بالعكس، أمريكا هي تقول شيء في الخطاب السياسي مع جولات و11 جولة البلينكن، نعم. لكنها لا تضغط، وهي تمارس الوساطة، وهي تجلس في المقعد الإسرائيلي. على المستوى الإنساني تتكلم عن ميناء بحري وغيرها وإدخال المساعدات، لكنها من ناحية أخرى تمد، كيف يمكن الحديث عن الجانب الإنساني والصواريخ تضرب الفلسطيني أو المعتاد بالطبع في السياسة الأمريكية؟ يعني الدعم الأمريكي الكامل لإسرائيل هو من جعل إسرائيل تتجرأ على تحدي المجتمع الدولي.